طيب عايز اروح دلوقتي لتقرير حلو قوي عن انطلاق معسكر تاهيلي للاعبين من ذوي الهمم استعدادا للمشاركه المصريه ان شاء الله في الالعاب الوطنيه الشتويه للاولمبياد الخاصه في تورينو ايطاليا 2025. شوفوا التقرير الحلو قوي ده، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير كابتن اسامه عبد الكريم، خليكم معنا. احنا النهارده انا سعيد جدا باليوم النهارده، احنا معانا عدد كبير من اولادنا من ذوي الهمم من ذوي الاعاقه الذهنيه، هم واسرهم موجودين معانا. دي المسابقه المحليه لاختيار الفرق اللي هتسافر معانا تلعب الالعاب العالميه الشتويه في ايطاليا العام القادم ان شاء الله في مارس القادم. دي التصفيات المحليه، الاولاد هيتسابقوا في هذا المجال في مجالات مختلفة، ألعاب قوة، تزحلق على الجليد، هوكي الجليد، مجموعة كبيرة من الألعاب كنا قبل كده ولا بنعرف ندربهم لأن ما عندناش تلج في مصر، أماكن فيها تلج، ولا بنعرف نعمل المسابقات الوطنية، ونتمنى أن احنا نرجع بميداليات كثيرة إن شاء الله بإذن الله. فرصة عظيمة لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الهمم أنه تتاح لهم الفرصة للتدرب على الألعاب الشتوية، لأنه السنة الجاية بإذن الله هيكون في أول مشاركة للفرق بتاعتنا ولأبطالنا في الأولمبياد اللي هيقام السنة الجاية في أوروبا بإذن الله. أول حاجة أنا مبسوط جدا في إن أنا موجود النهاردة في حدث زي ده، حدث عظيم. الألعاب الوطنية الشتوية دي حاجة جديدة علينا في مصر، بس خلاص هتبقى موجودة. لذوي الهمم ده موضوع عظيم، عارف انت محتاجين طول الوقت يبقى في دعم، محتاجين طول الوقت اللي احنا نبقى موجودين معاهم، طول الوقت لازم نبقى موجودين في ظهرهم عشان يطلعوا احسن ما عندهم. فدي من الحاجات الجميله والعظيمه اللي حصلت النهارده. طبعا مهم، وكمان ليهم، كمان ليهم نفسيا، هم بيبقوا مبسوطين. يعني هم عارف الحاجات البسيطه، اي حاجه بسيطه لذوي الهمم، وهم بنحسسهم ان هم موجودين وبيعملوا حاجات كويسه جدا جدا، فدي حاجه ليهم عظيمه. لا دي حاجات كويسه. نشكر كل الوزارات اللي موجوده النهارده معانا اللي مقدمين الدعم لذوي الهمم، وان شاء الله نشوفهم بقى مكسرين الدنيا قريب. اعشق حاجه اسمها التطوع، يعني مش بس كلاعب، لا كان متطوع وتعزيز رسمي، يعني حاجه ادوار كده مختلفه يعني. بس والله مكان جميل، اول مره يحتضن الحدث ده، يعني زي ما دكتور عماد قال برضو ان مصر في سنه 88 احتضنت اول العاب وطنيه شتويه هنا في هنا، وان شاء الله يعني يكون في عند حسن ظنهم كده يا رب. بالظبط هو المكان لازم يكون مناسب كويس، ما يكونش فيه حاجات تعوق ومعوقات الكلام ده خالص، بس لكن عشان احنا في مصر هنا ما عندناش تلج، احنا مش على خط الاستواء، احنا مش زي دول اوروبا والحتت دي. بس المكان كويس، وانا تبع نادي مركز سادلبو السعيد، المكان ده ضرب كويس عشان شارك في المسابقه في بتاعه الاولمبياد الخاص اللي كانت في بوسعيه، البطوله الاكراميه بتاعه الجري، العاب قوه وجري 100 و200. المكان جميل، وبالنسبه لنا يعني مكان جديد بالنسبه لنا، وربنا يعني ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه عشان نشرف بلدنا. طبعا مكان تحفه، يعني مكان جميل ويساعد ان احنا نتمرن فيه اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. في العاب كتير، في الهوكي وفي العاب القوه، واخد كذا بطوله، يعني واخد بطوله في امريكا وبطوله في النمسا في سوريا. انا نادي حسيمه، انا شغله، انا اسم شغله لحبه مستوره، وحتى سله بس.